حصل ترى بالتحديد الساعة 9:10 يوم الثلاثاء الماضي، اللي هم الصيادين المصريين. موضوع الصيادين المصريين حتى نكون على بينة، هو الطراد كويتي. طراد يملكه كويتي، ركز معاي أخي محمد، ها أخوان المشاهدين إذا كانوا معنا، مو لين جيراني جاي من برا، لا لا لا، طراد كويتي عليه صيادين من الجنسية المصرية 6. حلو. استحللهم الصيد، استحللهم عملية إن في هناك منطقة معينة خارج حدود المياه الإقليمية الكويتية حبوا يصيدون، اطلعوا 14 ميل جنوب جزيرة كبر. ال 14 ميل تلقائيا انت طلعت خارج حدود المياه الإقليمية الكويتية، يعني اللنج الإيراني اللي ما كان داخل الحدود الكويتية تماما، مرصود من خفر السواحل، ركز معي، مرصود من قبل خفر السواحل عن طريق المنظومة الرادارية، لكن لا يمكن أن تصل دورية خفر السواحل لأنه هو في عمق المياه الإقليمية الدولية وليس المياه الإقليمية الكويتية. بس على أساس نحدد أن اللنج الإيراني أو اللنج المصري واللنج الكويتي اللي كان فيه المصريين واللنج الإيراني، الحادثة ما صارت داخل الحدود الكويتية. أنا راح أبين لك باقي التفاصيل بالكامل. الصيادين المصريين اللي طرادهم أو لنجهم أو طرادهم أو زورقهم اللي هو كويتي خرجوا خارج نطاق المياه الإقليمية الكويتية ب 14 ميل. هناك ياهم طراريد اثنين من اللي هو الجنسية نقول الإيرانية، اثنين من هذه القراصنة، هذه مثل ما يقولون السلابة يعني، ها يو شافوا عندهم يعني بعض الممتلكات والامور هذه كلها، حبوا انه يبقونهم يعني، مثل ما يقول قطع طرق يعني، اللي هو ياخذ باللي عندك بحلالك بشغلك بالامور هذه كلها يعني، ها. اثناء عمليه الاخذ والعطاء وعمليه السلب صارت هناك عمليه احتكاك، وصار عمليه هناك مشاجر بينهم وبين بعض. المشاجر ما بين المصريين والايرانيين، تمكنوا المصريين من عمليه اخذ واحد من الايرانيين وتكتيفه وربطوه، وتعوروا ايضا في المقابل ايضا المصريين، في واحد اصابه بسيطه، وفي واحد اصابه بليغه، وفي واحد صار في مثل بتر في حتى في صبعه يعني. صحيح. تلقائيا هم طلبوا النجده عقب ما هم اخذوا الايراني، طلبوا النجده ودشوا داخل المياه الاقليميه الكويتيه. هني كانت دوريه خفر سواحل الاساسي كانت موجوده على الحدود بالضبط، كانت موجوده هي اللي اخذتها وودتها الى اليابسه، والاسعاف كان 3 اسعافات موجوده اخذوهم ودوهم مستشفى العدان، وتمت عمليه الامور بهذه الناحيه. وكان الايراني اللي هم اخذوه تحت حراستنا وتحت يعني 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 التحقيق والتحريات، وطلع الايراني الان وهو يخضع الان لسير التحقيقات اللازمه في هذا الموضوع. حتى أبين مرة ثانية بس أخوي محمد، وبينها بشكل كامل، القضية برمتها بالكامل خارج حدود مياه الإقليمية الكويتية وليس بالداخل. قراصنة استولوا على ما بجعبة المصريين من حلال حبوا يأخذونه، صار مشاجر بينهم، أخذوا الإيراني دخلوا معهم ربطوه دخلوا مياه الإقليمية، خفر السواحل تلقائيا تعاملت مع الموضوع وأسعفت المصابين وحققت مع اللي هو المعنيين في هذا الجانب. ما يتداول على عملية أنه داخل مياه الإقليمية الكويتية وأين خفر السواحل وشون يخترقون مياه الإقليمية الكويتية، هذا الكلام عار عن الصحة تماما. ترى ما في شيء من هذا القبيل لا من قريب ولا من بعيد، كثر ما هو خارج حدود مياه الإقليمية ب 14 ميل وليس حتى بميل أو ميلين، يعني 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 بمسافة كبيرة جدا وضمن نطاق المياه الإقليمية الدولية اللي يحضر اساسا اي قوات امنيه ان تكون متمركزه في هذه المنطقه. يعني نؤكد ان الحادثه صارت خارج المياه الاقليميه الكويتيه. صحيح، ببعد 14 ميل، والامور اللي حصلت كلها مع الاسعافات يوم دخلوا مره ثانيه داخل تعاملت معها الخفر السواحل وقامت باجراءاتها في هذا الموضوع. هذه الحقيقه يمكن بس يعني موضوعين حبيت ان يعني اتواصل معكم فيها حتى نحط النقط على الحروف، واللقط اللي حصل في هذا الجانب واللبس يمكن ان شاء الله وضح لك اخوانك المشاهدين. وباذن الله هذا دورنا وهذا واجبنا وهذا عملنا، ان نركز ونبين ونوضح الحقائق كلها حتى لا يكون هناك الاوراق مختلطه وتكون الامور مبهمه وتكون غير واضحه بالنسبه لاخوانك المشاهدين. ممتاز. ولا يدركون حقيقه الجهد اللي بذلته ورجال الامن ورجال خفر السواحل في مثل هذه الحادثة وحوادث أخرى أيضا مشابهة في هذا النوع يعني. العميد عادل الحشاش، كثر الله خيرك ومشكور على مداخلتك الطيبة. مشكور طبعا. العميد عادل كان المفروض عندنا تقرير لكن راح نعرضه الآن.